شارك وفد الشعبة البرلمانية للمملكة في الندوة البرلمانية العربية حول الوضع العربي الراهن في القاهرة على مدى يومي السبت والأحد برئاسة سعادة السيد إبراهيم أحمد إبراهيم بهزاد عضو مجلس الشورى وعضوية عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب. وقد التقى الوفد بأعضاء البرلمانات العربية في جلسات عمل شارك فيها خبراء دوليين معنيين بالجانب السياسي والاقتصادي لتسليط الضوء ومناقشة مستجدات الأوضاع العربية والتحديات وماهية الفرص المتاحة أمامهم. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ومشاركة الوفد معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد أحمد بهزاد عضو مجلس الشورى رئيس الوفد المشارك. سيد أحمد، بداية نرحب بك، وهل لك أن تلخص لنا أهم النقاط التي تمت مناقشتها في الندوة على مدار اليومين؟ يا هلا ومرحبا، مساء الخير ومساء الخير لمشاهدي تلفزيون البحرين. مثل ما تفضلت، المؤتمر أو الندوة عقدت في يومين 15 و16 من هذا الشهر. وكان عنوان الندوة البرلمانية حول الوضع العربي الراهن. حضر فيها عدد كبير وأصحاب خبرة من دكاترة وأساتذة. تكلم عن النظام السياسي العربي والتهديدات الخارجية التي تواجه وطننا العربي من قبل إيران والأحزاب التي تساندها مثل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى اتخذت بالبحرين مقر للقيام بأعمال إرهابية. وفد مملكة البحرين ووفد الشعبة تطرق لهذا الموضوع واستعرض الأمور التي اجتازتها البحرين في السنوات الماضية وما تعرضت له من إرهاب أو أعمال إرهابية منذ أن جاء النظام الإيراني الفارسي عام 1997 وما ترتب عليه من مشاكل أمنية واقتصادية عصفت بالمملكة حقيقة، وعانى الشعب والحكومة وعانى جميع المواطنين البحرين بما ترتب عليه من هذه التهديدات. لولا قدرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله وحكمته وإدراكه لمجريات الأحداث وأيضا سمو رئيس الوزراء والدعم الكبير الذي قدمه سمو ولي العهد والشعب البحريني طبعا الكل شارك في هذه ما تعرضت له البلاد من مشاكل لا نهاية لها قد نعاني ليوم من هذا. سيد أحمد، إذا هذه يعني تعتبر أبرز النقاط التي يعني ناقشتموها، ولكن ما هي أهم التوصيات التي تم الخروج بها من هذه الندوة؟ على سبيل المثال القضية الفلسطينية طبعا هي قضية محورية ومركزية، فالجميع متفق عليها هي قضية العرب المركزية. المادة الثانية أو القرار الآخر يتخذ مزيد من الجهود على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وتنسيق الدور العربي في حل النزاعات المسلحة في المناطق الملتهبة والتوصل إلى حلول سياسية في سوريا ولبنان ودعم جهود التحالف العربي في إعادة الشرعية لليمن. تعرف أنك في قوات عربية تشارك الآن في تحرير اليمن من براثم الحوثيين. طلع التوصيح ايضا ان الخطر الايراني على الدول العربيه عامه والخليج العربي ومملكه البحرين بصفه خاصه يجب التصدي له ومواجهته فكريا وسياسيا وامنيا. إذا من القاهرة سعادة السيد أحمد بهزاد عضو مجلس الشورى رئيس الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.